بسم الله الرحمن الرحيم. بنلتقي اخي ان شاء الله مع ليكتشر 2 في مادة الويب. كنا خدنا في ليكتشر 1 يا جماعة بعض البيزكس كده اللي كان المفروض نعرفها. عرفنا يعني ايه انترنت وشغال ازاي، عرفنا يعني ايه كلاينت سيرفر وايه الفيتشرز بتاعت الكلاينت وايه الفيتشرز بتاعت السيرفر، تمام. عرفنا يعني ايه ويب براوزرز، عرفنا يعني ايه سيرفر بروجرام وسيرفر سيستم، تمام، وازاي السيرفر بيشتغل، اوكي، وعرفنا يعني ايه www، وطبعا الحاجات يعني HTML يعني URL يعني HTTP الحاجات دي كلها خلاص. وخدنا ال URL بيكون من ايه او الباس بتاعته، وخدنا بروتوكول اللي هو ال HTTP اللي هو اهم بروتوكول في بروتوكولات الويب، كويس، ويعني ايه ريكوست ويعني ايه ريسبونس. دي كلها يا جماعه كانت ايه، كانت بيزكس، وطبعا الويب سيرفرز ماشي ودورها بتشتغل ازاي، والحاجه اللي احنا خدناها اخيرا اسمها اللي هي اللوكال سيرفر ماشي، اللي هي من امثلتها ليه الزامب. دي كانت اول محاضرة خدنا فيها معلومات نظري عن الويب وبيتكون من ايه وهو شغال ازاي والحاجات دي كلها، تمام. طيب تعالى بقى النهارده من ليكتشر 2 كده نبدأ في الجزء العملي المهم بتاعنا اللي هيمتد لبقية المحاضرات، تمام. احنا المفروض يا جماعة المفروض بندرس ويب، فالمفروض بناخد لغة برمجة او ويب ويب سوري ويب ديفلوبمنت بروجرامينج لانجويج، لغة قوية والمفروض ندرسها from scratch. فكان عندي خيارات كتير، عندي مثلا بايثون مع جانجو، دي حديثا يعني حديث العهد، بقى لها مثلا في السوق 5 سنين. في ASP.NET مع سي شارب، دي بقى لها فترة، وفي عندي PHP، تمام. دي كلها كانت خيارات قدامي عشان ندرس منها الويب ديفلوبمنت. ولكن احنا لازم ندرس لغة الكوميونتي بتاعها، تمام، يكون كبير. بمعنى لو سيادتك مثلا وقعت في سؤال او احتاجت سبورت او اي حاجة من هذا القبيل، يعني تلاقي حد يرد عليك. فطبعا كان لازم اختيارنا يقع على هذه اللغة اللي هي البي اتش بي. خلاص، بي اتش بي يا جماعه هي اختصار بي اتش بي هايبر تكست بري بروسيسور، البي فروم بي اتش بي والاتش فروم هايبر تكست والبي من بري بروسيسور، هتدينا الايه المصطلح او البي اتش بي. خلاص، ميزتها ان هي وايدلي يوزد، يعني بتستخدم على نطاق واسع، تمام. يعني يا جماعه الكوميونتي بتاعها فعلا كوميونتي رهيب، يعني ملايين الديفلوبرز حرفيا، تمام. لو بصيت في مصر 90% من مشاريع الويب في مصر هي مشاريع بي اتش بي والفريم وركس بتاعها. لازم برضو اقول لك على الجديد فيها، مش بي اتش بي نيتف، يعني مش معتمده كلها على بي اتش بي بس، لا، في دلوقتي فريم وركس زي حاجه اسمها لارافيل. خلاص، لارافيل يا جماعه فريم ورك بيزد اون بي اتش بي، هو بس الفكره ان هو ما بيخلكش تبدا المشروع فروم سكراتش، يعني بيوفر عليك كتير جدا. خلاص، فعشان كده اخترناها وايد يوزد اوبن سورس. ممكن تضيف ليها موديولز، تضيف ليها مكتبات زي ما انت عايز، كويس. السكريبت بتاعتها بتتم او بتنفذ على السيرفر، خليك من الحته دي، خليك من الكلمه دي، بي اتش بي يا جماعه مش بتنفذ على اللي هي ايه الكلاينت، لا، لازم السيرفر. يعني ايه الكلام ده؟ بص، يعني اني اكتب الكود حلو، عشان الكود ده نتيجته تتشاف لما ارفع الموقع يبقى لازم يتحط على السيرفر. حتى لو حضرتك مثلا عملت لوكال سيرفر، بس لو عملت لوكال سيرفر حضرتك هترنها على الجهاز بتاع سيادتك. انت بتعمل لوكال سيرفر يا جماعه كتستنج تول، كاداه اختبار، بتشوف الموقع شغال ازاي، شكله عامل ايه، بتعمل له تيستنج في كل المراحل بتاعته. وانس ان هو تمام فينيشت، بتعمل له ايه؟ ابلودنج
على الانترنت على شركة استضافة وبتبدأ ايه يشتغل ويتشاف للناس. بس في كل الاحوال البي اتش بي بيتنفذ على ايه؟ بيتنفذ على السيرفر. بي اتش بي از فري تو داونلود اند يوز، يعني سيادتك بتحمله مجاني وبتستخدمه مجاني، ما عليهوش لايسنس زي مثلا كل منتجات مايكروسوفت عليها لايسنس، تمام؟ وفي بعض المكتبات الاخرى ماشي في اللي هي في الويب برضو بتحتاج لايسنس، بتحتاج مصاريف. بي اتش بي از فري. اوكي، بي اتش بي از ان اميزنج اند بوبولار لانجويج، يعني لغه يعني جميله ولغه شعبيه. مش معنى شعبيه يا جماعه ان هي متدنيه او لا، شعبيه ان هي منتشره خلاص، يعني هي باورفول انف، يعني قوية كفاية ان هي تكون منتشرة وان هي تكون اي حد بيستخدمها، اللي هو بيقصد الويب يعني كويس، وكفاية ان هي الكور اوف ذا بيجست بلوج سيستم. يعني ايه؟ يعني الورد بريس يا جماعة، الورد بريس هي اكبر بلوجينج سيستم في العالم. ايه هي الورد بريس باختصار كده؟ هي برضو عبارة عن فريم ورك بقدر من خلالها اكاديت ويب سايتس بسهولة، يعني ممكن ما احتاجش كود كتير، وفي بعض الاحيان لو موقع صغيرة ممكن ما احتاجش كود خالص. هي فيها بلوجينز وسيمز جاهزة انا بستخدمها في المواقع بتاعتي، توفر عليها وقت رهيب. دي بقى يا جماعة فعلا the biggest blogging system. تخيل بقى الحوار ده كله based on ايه؟ based on PHP. تمام، بيقول لك اتس ديب انف ان هي تشغل اكبر شبكه اجتماعيه في العالم، الفيسبوك. الفيسبوك معتمد اعتماد كبير على البي اتش بي. في حد يقول لي طب ما هو مش بي اتش بي بس؟ طبعا يا جماعه، مفيش يا جماعه، مفيش سيستم بيشتغل بتكنولوجي واحده. انت ممكن تلاقي خمس ست سبع تقنيات في هذا السيستم، ولكن اهمها في الفيسبوك البي اتش بي. اوكي، it's also easy enough to be a beginner's first server side language. بيقولك ان هي لغه سهله كفايه، يعني اي يا جماعه اي حد beginner عايز يبدا في السيرفر سايد لانجويج، يعني اللغه بتشتغل على السيرفر، ممكن يبدا بالايه؟ بالبي اتش بي. اوكي، وممكن تقعد فيها طول حياتك، خليك يعني ممكن تقعد فيها، يعني it's powerful enough, strong enough, ديب انف، ان انت ممكن تقعد بيها طول حياتك تشتغل ايه؟ تشتغل بيها. خلاص، سوقها يا جماعه لن ينتهي، سوقها لن ينتهي ماشي. هي زي بعض اللغات كده ما ينفعش تخلص، زي مثلا الجافا. خلاص تمام، في تقنيات جديده مثلا زي البايثون وحاجات جميله جدا وحاجات مسهله الدنيا وكل حاجه تمام، بس لسه الكوميونتي بتاعها ما كبرش. امتى نحكم يا جماعه ان هذه اللغه يعني ان هي توب 1 خلاص، او ان هي في المقدمه والحاجات دي كلها؟ لما الكوميونتي بتاعها يكون كبير جدا جدا جدا. خلاص، طيب وات از ا بي اتش بي فايل؟ الفايل بتاع البي اتش بي بيتكون من ايه؟ بص طبعا يا جماعه، البي اتش بي زي ما احنا فاهمين لغه برمجه خاصه بالويب كويس، لازم لها شويه مقدمات كده او شويه حاجات لازم تعرفها قبلها، يعني طبعا HTML CSS جافا سكريبت لا غنى عنهم، واعتقد ان حضراتكم بتاخدوهم في ماده موازيه للماده بتاعتي كويس. طيب اذا البي اتش بي فايل بالتاكيد بيتكون من كل الحاجات دي، يعني it can contain ايه؟ تكست، في نص، في HTML، في CSS، في جافا سكريبت. سريعا كده هما دورهم ايه؟ طبعا التكست اللي هي النصوص العاديه، الكونتنت اللي موجود في الايه؟ في الصفحه. خلاص، اتش تي ام ال يا جماعه هي عباره عن البيلدينج بتاع الويب سايت، يعني انا دلوقتي ببني الويب سايت، هي عباره عن التاجز اللي ببني بيها الويب سايت، سواء هيد، سواء بودي، سواء فونت. خلاص، الحاجات الاساسيه اللي ببني بيها الويب بتاعي. سي اس اس هو الديكوريشن، هو عملية تنسيق هذه المباني اللي اتبنت من شوية، الألوان، السيمز، الحاجات دي كلها. جافا سكريبت هي لغة تفاعلية بين اليوزر والصفحة بتاعتي، لو أنا عايز أدي اليوزر هنت معين، رسالة معينة، يعني بحط تفاعلية مع اليوزر.
بي اتش بي بقى بي اتش بي هي الباك اند بتاعتي. يعني معلش ده كله اتش تي ام ال وسي اس اس وجافا سكريبت، دي اسمها الفرونت اند. خلاص بي اتش بي بقى البي اتش بي اللي هي الباك اند بتاعتي، بمعنى ان دي بقى اللغه اللي انا ببرمجها في الخلفيه تبدا تشتغل وتدير كل الحاجات دي كلها. خلاص البي اتش بي يا جماعه كود از اكسكيوز اون ذا سيرفر، زي ما قلنا بيتنفذ على السيرفر. لو ما عندكش سيرفر لايف سيرفر بتروح جاي عامل حاجه اسمها لوكال سيرفر على الجهاز بتاعك وايه وتجرب عليها. وفي مواقع يا جماعه دلوقتي ها انت ممكن من غير ما تسطب اللوكال سيرفر تشتغل عليها. يعني في موقع اسمه W3 Schools مهم جدا وبيشرح كل الويب. خلاص ممكن من خلاله تجرب على طول الكود بتاعك من غير ما تسطب الايه اللوكال سيرفر. يعني اي كود سيادتك هتاخده فيه الليكتشرز بعد اذنك جربه خلاص هناك. php files have extension .php، اي فايل يا جماعه اي فايل بيشتغل بلغه php لازم ياخد الامتداد .php. خلاص طيب what can php do؟ ال php يا جماعه ممكن تعمل ايه؟ رقم واحد بتجنريت dynamic page content. يعني ايه؟ وفي عندي حاجه اسمها dynamic وفي عندي حاجه اسمها static. ستاتيك بيج يا اخوانا اللي هي الصفحات ذات المحتوى الثابت. يعني ايه؟ يعني مثلا حقائق علميه حقائق تاريخيه عمرها ما هتتغير، اتس هيستوري. خلاص يعني نادر جدا ايه انها تتغير. ممكن اضيف حاجات جديده ليها او حاجات حديثه ليها، لكن هي ستاتيك هتفضل ستاتيك. خلاص دايناميك بقى بيج زي مثلا موقع اخباري يا اخوانا، ماشي؟ هل الاخبار بتاعت النهارده زي بكره زي بعده؟ ما شاء الله احنا كل خمس ثواني كل خمس ثواني احنا كل ثانيه في حاجه جديده. اوكي كارثه جديده، خبر جديد، حوار جديد، حرب جديده، ما شاء الله يعني. تمام فاذا هذه المواقع بتتغير باستمرار فما ينفعش فيها ستاتيك. تخيل كده انت عامل موقع كل 10 دقايق مثلا تغيره بالكامل، صعب جدا. فلازم اعمل دايناميك بيج. هذه الدايناميك بيجز البي اتش بي بتجنريت هذه الصفحات بسهوله. خلاص بي اتش بي كان كرييت اوبن اند ريد رايت ديليت اند كلوز فايلز اون ذا سيرفر، تعمل كل حاجه في الفايلز، كريت فايلز تفتحها تقراها تكتب عليها تمسحها تقفلها تعمل كل حاجه على الفايلز. PHP can collect from data، يعني بتجمع بيانات من اي حاجه، ممكن اجمع بيها بيانات من اي سورس. خلاص ممكن اضيف اد ليت موديفاي داتا ان يور داتابيز، يعني انت عندك داتابيز دلوقتي داتابيز مكريتها في الموقع بتاعك وليكن باستخدام ماي سيكوال خلاص اقدر برضو باستعانه بال PHP اقدر اضيف واحذف واعدل واعمل كل حاجه في الداتا بيز بتاعتي. PHP can be used to control user access، بمعنى اللي هي يا جماعه الصلاحيات او الوصول بتاع المستخدم للصفحات، مين ياكسس على مين ومين ما ياكسس على مين. خلاص PHP بتحط لك الحاجات دي بسهوله. PHP can encrypt data، لو انا عايز اشفر البيانات دي احدى الفانكشنز المهمه جدا جدا بتاعه السكيورتي. يعني ايه يا جماعه كلمه encryption او تشفير؟ بص في يعني في حوار بسيط كده، الانكريبشن هو اني بخلي الداتا اللي انا عندي اللي هي عندي في الموقع غير مقروءه. طب يعني ايه؟ طب معلش ما هي الراجل بيعمل براوزنج عليها وبتبان له، بتبان له بس ما يقراهاش. هي دي الانكريبشن يا جماعه. الانكريبشن انت في حاله وصلت الداتا انك وصلت لها وكل حاجه بس ما تعرفش تقراها خلاص عشان ما تستخدمهاش ضدي. يعني تخيل مثلا داتا سريه، داتا مهمه جدا سيادتك وصلت لها وعرفت تقراها، عرفت تقراها يبقى انت بقى خلاص بقى يبقى انا هيحصل حاجات كتير بقى ايه يعني متعاقبه ورا انك عرفت الحاجات دي. فبعمل حاجه اسمها انكريبشن لان بتخيل ان انت وصلت للداتا بالفعل، وصلت لها يا عم وعملت مجهود جبار عشان توصل للحوار ده، هاكينج ومش عارف ايه والحاجات دي كلها. فانا بقى ايه يعني بخفي عمليه قراءتها عنك. هو ده يا جماعه الانكريبشن. البي اتش بي يا جماعه ممكن تعمل الحوار ده ايه تعمل الحوار ده بسهوله. طيب واي بي اتش بي تاني؟ قلنا ليه البي اتش بي؟ مع ان احنا جاوبنا على السؤال ده يعني متضمنا في الفتره اللي عدت. يعني
لكن ممكن نقول ان هي بترانز على فيريوس بلاتفورمز. هي دي ميزه؟ اه طبعا. ان انت يا جماعه تشغل لغه برمجيه على كل المنصات، سواء ويندوز، لينكس، يونكس، ماك، الحاجات دي ميزه رهيبه. تخيل سيادتك كده عملت سيستم، عملت ويب لكلاينت معين حلو، ورايح تسطبه عنده، وإذ فجأة كده البلاتفورم اللي هو شغال عليه مش كومباتبل مع السيستم اللي انت عامله. كارثة طبعا، مصيبة يعني. خلاص، لكن بالبي اتش بي انت اي منصة عندك هعرف اشغل عليها السيستم بتاعي. بي اتش بي از كومباتبل ويز اولموست اول سيرفرز، حتى السيرفرات. طبعا هي البي اتش بي اصلا شغلتها سيرفرات، لان هي هترن على السيرفر خلاص، فبالتالي هي شغاله مع كل السيرفرات، اباتشي، اي اس، اي سيرفر تفكر فيه في حياتك هي شغاله معاه ومتوافقه معاه 100%. ودي احدى مشكلات البايثون مع جانجو، ان هي في بعض السيرفرات في مشاكل معاه. فطبعا بتحتاج ايه بقى؟ بتحتاج عمليه يعني انك تعرف السيرفر على اللغه، بيحتاج مجهود فظيع يا جماعه. زائد برضو ان البي اتش بي بتسبورت ا وايد رينج اوف داتابيسز، يعني بتشتغل يا جماعه مع داتابيس كتير جدا، مش مقتصره على نوع. يعني الناس فاكره كلها ان البي اتش بي بتتعامل بس مع الماي سيكوال، لا طبعا، مع الاس كيو ال والنو اس كيو ال. خلاص، بي اتش بي از فري زي ما قلنا قبل كده، ممكن تحملها من الموقع بتاعها بي اتش بي دوت نت. خلاص، بي اتش بي يا جماعه في بقى ميزه، بقى اكبر ميزه في اللي هي واي بي اتش بي، ان هي سهله التعلم. يعني مش محتاجه يا جماعه مجهود رهيب عشان تتعلمها، لا ده انت ممكن بسهوله تعلمها وتشغلها باريحيه جدا على ايه، على السيرفر بتاعك. اوكي، طيب تعالى بقى ندخل بقى في الموضوع بقى كده عن قرب، ونشوف حاجه اسمها بي اتش بي انستليشن. يعني انا دلوقتي عايز اسطب البي اتش بي، انا محتاج ايه؟ عشان يا جماعه تبدا تشتغل على البي اتش بي، انت محتاج ويب هوست ويز بي اتش بي اند ماي سيكوال سبورت. يعني انت محتاج نوع معين من الاستضافه. خلاص، هذه الاستضافه او الهوستنج بتدعم البي اتش بي والماي سيكوال. طب يعني اعمل ايه؟ اروح لشركه اخد دومين واحجز دومين واقعد اجرب على الدومين ده سنه سنتين لحد الموقع ما يتعمل؟ لا طبعا، انا دايما بفضل انك تسطب ويب سيرفر اللي هو لوكال سيرفر على الجهاز بتاعك، زي ما قلنا في المحاضره اللي فاتت، زامب، وامب. خلاص، دي كلها لوكال سيرفرز فور فري، بسطبها على الجهاز بتاعي بحيث وانا بعمل الموقع بتاعي اقعد اجرب واشوف النتائج واشوف الدنيا عامله ايه. طيب، وانس ان الموقع خلاص زي الفل، ابدا ارفع على ايه، على دومين، واعمل استضافه والحاجات دي كلها. اوكي يا جماعه، بس لازم في كل الاحوال سواء سيرفر حقيقي او لوكال سيرفر ان يكون بيدعم البي اتش بي والماي سيكوال. اوكي، طيب دي الحاجات اللي انا ايه، اللي انا محتاجها. او يوز او ويب هوست ويز بي اتش بي سبورت. سبورت يعني يا جماعه دي لو انا بعمل ايه، لو انا خلاص انا هبتدي اشتغل بقى بي اتش بي. قلنا لو هتعمل هوستنج منفصل ماشي، لو انت قادر على كده، مش عايز كده براحتك بقى. انت اهم حاجه انك على اللوكال سيرفر هتبدا تكريت دوت بي اتش بي فايلز. خلاص، هذه الملفات تبدا تحطها في الدايركتوري او المكان اللي هيشتغل من عليه السيرفر. خلاص، يعني دايما كده هتلاقي على السيرفر، حتى لو هو لوكال ماشين يا جماعه، حتى لو هو لوكال سيرفر، خلاص هتلاقي في فولدر كده معين انت بتشغل الملفات دي من خلاله. خلاص، السيرفر بقى هياخد الملفات دي ويبدا ايه، يتفاعل معاها وايه، ويشغلها. اوكي، الموضوع يا جماعه سهل وبسيط في عمليه الايه، الانستليشن. طيب تعال بقى ندخل ليه اللغه بقى، ده كله عاملين نتكلم عن اللغه من بره. خلاص، تعال بقى نتكلم عن حاجه اسمها البي اتش بي سينتاكس. سينتاكس يا جماعه اللي هو طريقه كتابه اللغه، انا اكتبها ازاي. فهنا عندي البي اتش بي سكريبت كان بي بليست اني وير ان ذا دوكيمنت. يعني ايه؟ يعني انت ممكن تحط كود البي اتش بي خلاص في اي حته او في اي مكان في الدوكيمنت بتاعتك. هتقول لي ايه الدوكيمنت دي؟ اللي هو حضرتك لو مثلا ساعتها عامل مثلا ملف اتش تي ام ال،
انا ممكن ازرع جواه كود بي اتش بي عادي جدا، وهنشوف دلوقتي. المهم لازم تعرف في البداية ان عشان اكتب كود بي اتش بي لازم تعمل تاجات كده للبداية وتاج للنهاية. تاج البداية زي ما انت شايف اهو، خلاص، علامة اكبر من علامة استفهام بي اتش بي. الكود النهاية خلاص او تاج النهاية علامة استفهام وعلامة ايه اصغر من. اوكي، يعني اهي ماشي. ده يا جماعة تاج الستارت، وده التاج بتاع الايه الانت. طب احط الكود فين بقى بتاع بي اتش بي؟ في النص اهو، بي اتش بي كود جوز هير. يعني لازم عشان يعرف ان ده كود بي اتش بي يا اخوانا لازم تحطه ما بين الستارت كود الستارت تاج والاند تاج. الستارت تاج زي ما انت شايف اهو، خلاص، وادي الاند ايه تاج. طيب الديفولت اكستنشن بتاع الفايل اللي انت شغال فيه لازم يبقى دوت بي اتش بي، عشان يتعرف ان هو ملف بي اتش بي لازم ينتهي بدوت بي اتش بي. حلو قوي، خلاص. وعلى فكره الملف ده يبقى لازم يكون فيه اتش ام ال تاجز، وممكن سي اس اس، عادي جدا عادي جدا، خلاص. طب عايزين نشوف بقى الكود بقى اللي هو مش ضامن الحاجات دي كلها. يلا ادي اكزامبل كده بسيط كده، تعال كده نحلله عشان نفهم الموضوع واحده واحده. انا عملت هنا ايه بقى؟ الدوك تايب اتش تي ام ال، اعتقد خدتوها في اتش تي ام ال، ان انا بقول له البناء بتاعي او الدوك تايب بتاعتي اتش تي ام ال، خلاص. والتاجات بتاعت الاتش تي ام ال عادي جدا، ادي اهو تاج اتش تي ام ال، وادي النهايه بتاعته، الحاجات دي اعتقد خدتوها. البادي وادي النهايه بتاعته، خلاص. وادي اتش 1، اتش 1 ده هيدر، اكبر هيدر، اكبر، عايز لو عايز اعمل هيدر كده تايتل بحطه ما بين اتش 1 والقفله بتاعتها، اهي ده الستارت تاج وده الاند تاج، وبحط التايتل بتاعي هنا اهو. عشان كده ده يا جماعه الرن، ده بعد الرن، ده بعد اللي رن، يعني انا مديك الكود ومديك الرن بتاعته، خلاص. يبقى ماي فيرست بي اتش بي بيج ده الهيد 1. انت ممكن بقى تقلل في حجم لو انت عايز بقى اتش 2 اتش 3 اتش 4 زي ما انت عايز، خلاص. لكن اتش 1 هو اكبر ايه؟ اكبر هيدر. حلو، انا بقى عايز احط الكود البي اتش بتاعي احطه فين؟ حلو، تعال بقى كده، اهم حاجه انت تكون بس جوه فين؟ جوه في البادي. حلو، وتحط لي الستارت تاج بتاع البي اتش بي والاند تاج، وتحط لي جمله بسيطه جدا اللي هي جمله برنت، اللي هي جمله طباعه، خلاص. هنا بقى في البي اتش بي بقول ايكو اي سي اتش او اي سي اتش او، واحط اي جمله انا عايزها بتوين دبل كوتيشن. لما اجي اقول له ايكو هالو وورلد معناها اطبع لي جمله هالو وورلد، يعني هنا هي معناها كده، معناها كده، خلاص. وبقى في التاج بتاع البادي بتاعي، وبقى في الاتش تي ام ال، او ملف اتش تي ام ال عادي جدا، ملف اتش تي ام ال عادي جدا. بس خلي بالك هذا الملف لازم تحفظه باسم دوت بي اتش بي، عشان السيرفر يعرف ان ده ملف بي اتش بي، خلاص. اتعلمنا كذا حاجه في الاكزامبل البسيطه، ايه بقى؟ ان بدمج البي اتش بي جوه الاتش ام ال، تمام، خلاص. التاجات بتاعت الاتش ام ال بحطها عادي جدا زي ما انا عارفها وزي ما جربتها قبل كده، اهي عادي جدا. بحط الكود بتاعي البي اتش بي عندي الستارت تاج والاند تاج، وبحط الكود بتاعي فين؟ في النص. اتعلمنا حاجه بسيطه جدا في الكود اللي هي ايه؟ لو عايز اطبع جمله بالبي اتش بي بقول له ايكو واكتب الجمله زي ما انا عايز بتوين دبل كوتيشن، وطبعا بنهي الجمله بسيمي كولون، بنهي الجمله بسيمي كولون. الناس هتقول لي ما احنا كنا استريحنا منها في البايثون، ما انا معاك في البايثون، لكن في البي اتش بي معلش لازم ينتهي الجمله بتاعتي بتاعت الكود بتاعي بالسيمي ايه؟ السيمي كولون. اوكي، طيب عندي في حاجة اسمها بي اتش بي كيس سنسيتيفيتي. يعني ايه؟ يعني هل البي اتش بي يا جماعة حساس للأحرف؟ هل الكابيتال زي السمول؟ ايه الحوار؟ طيب بص، ان بي اتش بي كي ووردز، يعني ايه كي ووردز يا جماعة؟ كي ووردز معناها الكلمات المحجوزة في اللغة، يعني الكلمات الخاصة باللغة زي اف الس وايل ايكو، الحاجات دي كلها بتاعت البي اتش بي. حلو؟ الحاجات دي يا جماعه كلها ار نوت كيس سنسيتيف، يعني مش حساسه لحاله الاحرف. هتقول يعني ايه؟ مش فاهم يعني ايه. يعني لو سيبت مثلا جيت كده على كلمه ايكو، هناخد ايكو اللي احنا خدناها من شويه،
ايكو كتبتها كلها كابيتال او كلها سمول او حرف فيها كابيتال وحرف فيها سمول كلها واحد. طب ايه الاثبات؟ اهو يا عم اثبات اهو، انا حاط هنا بين تاج البي اتش البدايه وتاج النهايه، خلاص حاطة جمل كلهم ايكو، الران بتاعهم ايه؟ طبعهم الثلاثه، بالرغم من ان ايكو هنا كلها كابيتال، ايكو هنا كلها سمول، ايكو هنا ميكس كابيتال وسمول مع بعض. خلاص شوف ده كله خلاص نفذه. يبقى ده معنى ايه بقى؟ ده معناه ان الكي ووردز في هذه اللغه مش حساسه لحاله الاحرف. يعني كتبتها كابيتال تمام، كتبتها سمول تمام، مش فارقه كده يا اخوانا. خلاص دي يا جماعه حاجه مهمه جدا، دي حاجه مهمه جدا. طيب امال ايه بقى اللي مش حساس او حساس لحاله الاحرف يا جماعه، اللي يفرق فيه الكابيتال عن السمول؟ قال لك all variable names، كل اسماء المتغيرات. شرحنا قبل كده في ماده قبل كده بروجرامينج يعني ايه متغير الفاريبل، وقلنا الفاريبل يا جماعه عباره عن كونتينر كده بيحمل الداتا، صح؟ واي نوع بقى من الداتا، سواء سترينج سواء نمبر وات ايفر بقى، خلاص ماشي. والفاريبل ده ممكن له قيمه تتغير، يعني خد دلوقتي قيمه دلوقتي بواحد، ممكن ياخدها بعدها باثنين، بعدها بمليون، بعدها بثلاثه مليون، وهكذا. خلاص هو قيمه في الميموري ممكن تتغير باستمرار، عشان كده سموها ايه؟ متغير. خلاص يعني ايه هنا بقى؟ كل اسماء المتغيرات حساسه لحاله الاحرف. بص يا ريس ناخدها بالمثال، انت قلت من شويه ان الكي ووردز مش حساسه للاحرف، يعني الكابيتال زي سمول، صح؟ اشمعنى بقى اسماء المتغيرات؟ عشان دي اسماء من اختيار سيادتك، عشان دي اسماء سيادتك اللي بتحطها. طب عايزين نشوف. طيب حاضر، ادي الدوك تايب اتش تي ام ال والاتش تي ام ال والبادي، الحاجات دي هتلاقيها ثابته في كل الحاجات اللي هناخدها يعني. خلاص طيب فين بقى الكود بي اتش بي؟ اهو ادي كود البدايه وادي كود النهايه زي ايه؟ زي ما اتفقنا. حلو ركز معايا، دولار ساين كلر بيساوي ريد. هتقول لي ايه دولار ساين دي؟ بص يا ريس دولار ساين دي بجيبها قبل اسم اي متغير. اوكي اوكي يا جماعه، فاذا لازم قبل اسم المتغير احط دولار ساين. وهتقول لي ايه ده الحاجات دي مش فاشله قبل كده؟ معلش كل لغه ولها سينتاكس معين، كل لغه ولها طريقتها. هنا في البي اتش بي لازم قبل المتغير اكتب علامه الدولار، دولار ساين كلر بيساوي ريد. دي معناها ايه؟ معناها احجز لي متغير خلاص اسمه كلر، حلو، حط لي فيه القيمه ريد. واكيد طبعا انتوا عارفين من اللغه اهي، خلاص ده سترينج، خلاص ده نصي، ايه اللي عرفك ان هو القيمه بتاعته بتوين دبل كوتيشن، وحط الايه؟ وحط السيمي كولون. حلو تعال بقى بص لي كده على الثلاث جمل دول. ايكو ماي كار از، وحط لي هنا دوت دولار ساين كلر دوت بي ار. بي ار يا جماعه ديت اعتقد خدتوها في التاج في الاتش تي ام ال، بيعمل بريك يعني بينزل سطر، بينزل سطر. خلاص طيب بص على الثانيه ايكو ماي هاوس از، ها عمل ايه؟ بص بقى دولار ساين الكلر عملها كابيتال ليترز، واعمل بي ار عادي. خلاص وهتقول لي ايه دي وايه دي؟ دي لازم دي يا جماعه زي فواصل كده، دوت قبل اسم متغير وبعد اسم متغير، تحط دوت وبعده اسم وبعده دوت اهو. خلاص طيب الثالثه ايكو ماي بوت از، وعمل كلر وحط اخر ثلاث حروف اللي هو ال او ار كابيتال، يعني عمل ميكس سمول وكابيتال. طيب السؤال دلوقتي هو انت عامل فوق ايه؟ دولار ساين كلر كله سمول ليترز، صح؟ يبقى الوحيد اللي هتنفذ اول سطر. طب اللي في النص واللي في والثالثه؟ لا اللي في النص دي كابيتال ليترز ولا هيشوفها. بص الاولانيه قال لك ايه؟ ماي كار از ريد، راح قرا الكلر وقال لك ريد، اهي جاب القيمه بتاعته. طب الثانيه راح يدور على كلر بالكابيتال ما لقاش فسابها فاضيه. الثالثه راح يدور على كلر ميكس كابيتال وسمول ما لقاهاش فسابها ايه؟ سابها فاضيه. ده معناه ايه بقى؟ ده معناه ان الفاريبل نيمز اسماء المتغيرات دي حساسه للاحرف، يعني سيادتك عملتها فوق سمول تحطها تحت سمول، عملتها فوق كابيتال تحطها تحت ايه؟ كابيتال. اوكي يا جماعه
دي بس كانت يعني ايه. طبعا انا عايز المحاضرات تبقى مش طويله عشان يعني تبقى مركزه. خلاص انا عارف ان انا بتاخر شويه في موضوع تسجيل المحاضرات، بس ان شاء الله هنكثف الفتره الجايه وهنحاول ننزل محاضرتين ثلاثه في ايه في الاسبوع، بحيث يبقى الماده طلعنا منها بمنهج محترم وايه وكونتنت كويس. شكرا.